صباح الخير، حلقة جديدة ويوم جديد ووصفات جديدة من مطبخ أسيا. مستمرين في أسبوع الطاجين المغربي، والنهاردة هنعمل مع بعض طاجين مختلف أو نوعين من أنواع الطاجن المختلف. هنعمل كسر للروتين، دايما بنقول 365 يوم سعادة على طول، النهاردة ممكن نقوم نخلي كسر الروتين حاجة مختلفة. فالنهاردة هنعمل مع بعض طاجن بالأرنبيط والجزر، هيبقى عبارة عن يعني هو طاجين مشهور جدا في المغرب بالجزر، لكن انا دخلت عليه موضوع الارنبيط البانيه اللي بيكون في مصر. قلنا انه زي ما في وصفات مغربية مشهورة جدا للطاجين، هنحاول كمان نعمل وصفات للمغاربة نفسهم كنوع من انواع التجديد. وهنعمل كمان طاجين بكفتة السمك، وقلنا قبل او اول ما ابتدى الاسبوع ان الطاجن هنعمله في الحلة على اساس ان كل الناس مش عندها الطاجن الفخاري المغربي. فاول حاجة هسخن الحلة، والطاجن ده انا هشتغل بزيت الزيتون والسمنة عشان خاطر يبقى طعمه كده شوية دسم ومختلف ومحبش. شوية زيت زيتون، وعندي هنا السمنة. السمنة ممكن تستخدموا السمنة البلدي او السمنة الصفراء، ما فيش اي مشاكل. حبة حلوين كده، وهسيبهم يسخنوا مع بعض. عندي هنا فرخة متقطعة، قلنا انه الفرخة بتاعت الطاجن المغربي يستحسن ان احنا نقطعها على الاقل 8 قطع، واكتر حاجة 12 قطع، يعني ما ينفعش الطاجن تبقى قطع الفراخ كبيرة فيه. وعندي بصل مفروم، وعندي يعني ليمونة مخللة كده لانه الطاجن مالح فمحتاجة شوية حموضة تدخل للطاجن، وطبعا الكزبرة والبقدونس والبهارات بتاعة الطاجن المغربي. الطاجن انا مش هتبله من الاول، يعني الاول عايزة اقفل المسام بتاعة الفراخ وبعد كده ابتدي اشتغل في يعني تنزل الحاجة كده بالترتيب. فانا عندي هنا الفراخ، يعني هنزل باول قطعة كده، هخلي الفراخ المسام بتاعتها تتقفل كويس قوي. هخليها هنا وابتدي افرم بقى الليمون المخلل اللي انا هستخدمه فرم ناعم. اهم حاجة ممكن تستخدموا اللب والقشر، ممكن كمان تستخدموا القشر بس من غير اللب، بس انا بحب استخدم الاتنين، وبكون حريصة بس ان انا اشيل منه البذر. الطاجن ده يعني طعمه رائع، الطريقة اللي بيتقدم بيها او الكومبينيشن ما بين الجزر وما بين الارنبيط حاجة لذيذة جدا. تغيير زي ما قلنا، احنا بنحاول نكسر الروتين. والميزة في الطواجن المغربي زي ما قلت قبل كده ان هي طواجن موسمية، بتستخدموا فيها كل الخضروات بتاعت الموسم، عشان كده هتلاقوا ان المغاربة عندهم وصفات كتير قوي للطاجن او للطاجين، لان هو بيبقى حسب المتوفر في السوق. وكمان بيبقى حلو ان احنا نمزج ما بين نوعين لثلاث خضار، يعني حتى المغرب عندهم طاجين بسبع خضار او اللي هي سبع خضروات كده، ده بيبقى في عز الشتاء لما بتبقى الارض مطلعه يعني غله او يعني طرحه كده خضار كتير. هبتدي في الوقت ده اقلب الفراخ، زي ما قلت انا بحاول ان انا اقفل المسام عشان خاطر ما ينزليش او الفراخ ما تنزلش ميه كتير. والطاجن ده على فكره ممكن تعملوه باللحمه، بس هو يستحسن يتعمل بالفراخ لانه بتمشي اكتر. عندي هنا بصله مفرومه، بصله كبيره حلوه مفرومه. كل ما بنكتر الطاجن فيه البصل كل ما، لانه قلت قبل كده المغاربة ما بيتخنوش الصوص بالدقيق، بالعكس احنا بنعتمد على البصل هو اللي يربط لنا الصوص بتاع الحاجة، فبيبقى بيفضل من الاول كده لحد ما بيتحول لحاجة مهرية قوي في الصوص هي اللي بتخليه يعقد معانا. عندي شوية ثوم، حوالي 3 فصوص من فصين لثلاث فصوص، وهبتدي اضيف البهارات. عندي كزبرة ناشفة، انا التتبيله بتاعت الطاجين ده شويه مختلفه لانه دخلت فيها الكزبره زياده. الكزبره عشان خاطر الارنبيط زي الكرنب بيحتاج دايما يا اما كمون يا اما كزبره، فالكمون لو حطيته من الاول هيقعد فتره طويله على النار فهيمرر لي الطاجن بتاعي، انا مش عايزاه يمرر عشان كده دخلت الكزبره.
لكن الكمون حدخله في الحشوة أو في الخليط بتاع الباني بتاع القرنبيط. عندي هنا جنزبيل، عندي فلفل أبيض، وعندي طبعا شوية كركم. كده تمام. عندي دلوقتي الليمون بعد ما اشيله البذر، هضيفه للمزيج ده. وعندي كزبرة وبقدونس شوية حلوين كده بالشكل ده، هخلي بس شوية للتزيين. ونضف بقى المطبخ ونشوف هنعمل ايه. طيب اول حاجة هعملها ان انا هقلب كل المكونات دي مع بعض، على اساس ان انا اول ما بدخل البهارات الطاجن بحتاج انه اللحمة تاخد من البهارات كويس قوي. ممكن على فكرة تضيفوا الزعفران للطاجن ده، بس المغرب عامة الطواجن اللي فيها خضار ما بتاخدش زعفران كتير. الزعفران معروف ان هو من انواع التوابل الفخمة اللي بتبقى غالية، فمرتبط عندنا في المغرب مع الوصفات اللي بتبقى في العزومات والافراح عندنا ضيوف. يعني دايما يقولك يعني مش عارفة المثل عندكم في مصر ازاي، بس في المغرب يعني الضيف بنعمل له بس الحاجة اللي بتكلف او اللي بتبقى مكلفة. حتى مثلا الطواجن عندنا بالخضار ما بتتقدمش للضيف، بالعكس بنقدم كل ما هو لحوم. ففي الحاجات دي بيدخل الزعفران لانه تابل راقي وغالي، فالضيف بيحس كده انك كلفتي وعملتي حاجات كتير. عندي هنا الجزر اللي هستخدمه في الطاجن. الجزر احنا قطعناها قبل كده، بس هوريكوا ازاي ممكن نقطع الجزر اللي يمشي مع الطاجن، لانه شكل الخضروات كل ما كان منسق وجميل كل ما كان احسن. فدايما الجزرايه كده تقطعوها نصين، وبعدين تاخدوا القلب بالسكينه كده وتشيلوه، لانه القلب ده مر، ففي الطاجن احنا ما بنحبش المروره بتاعه الخضار، فبيبقى بالشكل ده. وبعدين اقطعوه نص دواير بهذا الشكل، بيبقى شكله لطيف خالص في الطاجن المغربي. او ممكن حتى تقطعوه صوابع طويلة، بس انا شخصيا من الناس اللي بيحبوا النص هلال ده او الهلالة والنص دايرة واتفر اسمه ايه، يعني بسهولة جدا بتمشوا حسب القلب، فبيتشال معانا كده بكل سهولة بالسكينة، لانه القلب ده زي ما قلت بيمرر. وهقطع كده نص دواير بهذا الشكل. اظن كده اتكلمنا على تقطيعة الجزر. هاخد بقى الجزر انزل بيه بالشكل ده، وطبعا لما بنقول طاجين مغربي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نتكلمش على المية، دايما نخلي الحاجة مقفولة على نار هادية، ونخلي البخار او الحاجة تنزل ميتها. البصل معانا عنده مية، الفراخ بتنزل مية، الجزر هينزل مية، زائد كمان كبسة البخار دي كلها او الغطاء اللي بيتكبس على الطاجن نفسه بيخلي البخار ينزل. هبتدي اشتغل دلوقتي في العنصر التاني بتاع الطاجين بتاعنا. عندي هنا يعني هحتاج قرنبيط. القرنبيط ممكن تسلقوه او ممكن تبخروه، التبخير احسن، يعني تحطوه في مصفى تقطعوه بالشكل ده على شكل وردات، وحطوه في مصفى وبعدين على حلة او كزرولة صغيرة كده وياخد بخار نص سوا. ليه البخار احسن من السلق؟ مش مسألة قيمة غذائية او حاجة، على قد ما هي مسألة شكل. البخار بيحافظ على شكل الحاجة، لكن المية او السلق نفسه بيخلي الخضار تتشتت، وانا مش عايزة الخضار تتشتت. فعندي هنا قرنبيطة كده كبيرة محترمة، قطعتها كده قطع صغيرة وعملتها على البخار 50% سوا لانه لسه هيتقلي. عندي دلوقتي هجيب بولة، عندي 3 بيضات، عايزة اعمله بانيه واقليه في الزيت. بس قبل ما ابتدي اعمل كل ده هسخن الزيت. عندي هنا الحلة بتاعت القلي. اهم حاجة لما يكون عندنا اطفال في البيت ساعة القلي ما نجيبهمش خالص معانا المطبخ. فعندي هنا البيض، 3 بيضات 4 حسب كمية القرنبيط.
لانه القرنبيط ده مش هيستوي مع الطاجين بتاعي، بالعكس انا هحطه ساعه التقديم، يعني هيبقى الفراخ كده مع الجزر بتاعها، وبعد كده هحط القرنبيط ده بانيه او مقلي على الوش، بيمشي بطريقه مش طبيعيه. عندي هنا كزبره ناشفه، عندي كمان شويه كمون، شويه بس ما تكتروش، وبس عشان الريحه اللي مش لطيفه بتاعت القرنبيط. وقلنا قبل كده لما نكون بنعمل القرنبيط بيتسلق او على البخار، سواء بيتسلق او على البخار، يعني لو بيتسلق بنحط معاه ترانشايه عيش، او لو حاطينه على البخار بنحط ترانشه عيش في الميه بتاعت السلق. ده بيحاول، سواء بالنسبه للقرنبيط او الكرومب او البروكلي، ده بيحاول يمتص على قد ما يقدر الروائح المزعجه بتاعت الحاجات دي. عندي هنا شويه بقدونس مفروم، وعندي ملح. وبمناسبة الملح انا نسيت ازود ملح للطاجن وفلفل اسود. لما بتبقى البهارات كلها في ناحية واحدة وبيبقى الملح في ناحية واحدة تانية بننسى كل التفاصيل دي. وهزود الفلفل الاسود. لو لقيتوا انه الطاجن مثلا محتاج شوية مية ممكن تزودوا مية. ودايما بقول وبعيد وبزيد المعلومه دي بالنسبه للطواجن المغربي او اي طواجن متبله، عمرنا ما بنحط الميه في النص او على اللحمه مباشره، لانه بننزل كل التتبيله وكل البهارات اللي احنا حطيناها مع اللحمه. فدايما ننزل كده من الجنب داير ما يدور على اساس ما فيش ولا حاجه تنزل بس، والزيادة تبقى دايما ربع كوباية لنص كوباية بالكتير. لما يتسبك تزوده تاني عشان ما يفقدش نكهته. طيب عندي دلوقتي البيض اللي انا عملته، هخلط الحاجات دي كلها كويس قوي مع بعض، وهجيب القرنبيط او الكرنبيط زي ما بتقول نرمين، وهنقليه القلي العادي اللي احنا متعودين عليه بالنسبه للقرنبيط الباني. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نعمل مع بعض الطاجن التاني بتاعنا، وهنشوف شكل كمان الحاجه هيطلع ازاي. اشوفكم بعد الفاصل.